وللمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعنا في آخر استعدادات المهرجان في نسخته الثانية، وكيف لمحت أوجه الاختلاف عن النسخة الأولى؟ برحب بكم من مدينة العالمين الجديدة، مدينة السحر والجمال. يعني الاستعدادات هنا على يعني قدم وساق، وبدأ العد التنازلي لاستقبال حفل الكينج محمد منير في الأرينا. والحقيقة يعني في استعدادات كبيرة جدا لهذا الحفل، ويمكن يعني ردا على سؤالك إيمان في الاختلاف ما بين هذه النسخة والنسخة السابقة، هو زيادة الفعاليات والتنوع بشكل أكبر في الفعاليات. ولكن للحديث أكبر عن هذا الأمر وردا كمان على سؤالك، يسعدني ان انا يعني ارحب بضيفتي العزيزه الاستاذه منى عبد الوهاب المتحدث باسم مهرجان العالمين الجديده. برحب بيكي واهلا وسهلا بيكي، وشكرا على تشريفك لينا في القناه الاولى. اهلا بيك، نورت العالمين. اول حاجه يعني رايك في اجواء مدينه العالمين وحاله الطقس اللي موجوده دلوقتي؟ جميله جميله، يعني سواء الطقس او المنظر او المكان كله على بعضه جميل طبعا. بالتأكيد كل الناس دلوقتي منتظرة انطلاق حفل الكينج محمد منير، ودي الانطلاقة القوية أكيد للمهرجان. وحابين نعرف من حضرتك طبعا أخبار الاستعدادات إيه، في مفاجآت النهاردة للجمهور؟ لأن الجمهور مستني طبعا، وفي حجز للتذاكر كتير. يعني في مفاجآت النهاردة للجمهور الحقيقة، يعني إحنا فاتحين المهرجان قبل الحفل بتاع الفنان محمد منير بشوية حاجات بسيطة كده احنا بنقدمها من قلبنا ومن قلب مدينة العالمين لأهلنا في فلسطين. فإحنا عاملين افتتاحية الحقيقة على شرف أهلنا في فلسطين، فدي مفاجأة. يعني في تفاصيل اكتر عن المفاجاه دي؟ ممكن اغششك شويه؟ يعني قولي لنا كده تفاصيل. يعني عندنا شكل من اشكال الاستعراضات، وعندنا أغنية حلوة قوي قوي، يعني اتعملت في آخر لحظة بتغنيها دينا الوديدي. بالتأكيد رسالة مهمة جدا يعني من خلال مهرجان العالمين الجديدة للأشقاء الفلسطينيين، وكمان يعني حضراتكم قمتم بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم الأشقاء، وكمان علم فلسطيني يرفرف بجوار علم مصر. مدى حرصكم على هذا الأمر والرسالة القوية من إدارة المهرجان للأشقاء الفلسطينيين؟ بص، هو الحقيقة مصر بتدعم فلسطين بكل الصور والأشكال، ومهرجان العالمين ومدينة العالمين الجديدة هي جزء جميل من مصر، فطبيعي هيكون في دعم للقضية. يعني وبعدين هو يعني دي أقل حاجة، يعني أقل حاجة ممكن نقدمها. السؤال اللي كان بيتسأل لي دلوقتي، ايه الاختلاف عن السنة دي عن السنة اللي فاتت؟ اختلافات كتيرة قوي، بدأ يعني من أبسط حاجة هنقولها هي اليو أرينا اللي بيتعمل عليها الفعاليات الغنائية. اليو أرينا السنة دي هي مش نفس القديمة بتاعت السنة اللي فاتت، هي يو أرينا تانية خالص، هي أرينا ضخمة جداً، هي مجهزة على أعلى مستوى، هي أرينا معمولة يعني بمواصفات عالمية، وتم إنجازها في مدة قصيرة جدا جدا، يعني شيء أشبه كده بالمعجزة. فدي مثلا أكيد هتفرق في استقبال عدد الجمهور، في سهولة الوصول لمكان الحفل، في استيعاب عدد أكبر بكتير من الجماهير داخل الأرينا. الستيج نفسه ستيج ضخم جدا، اكيد هيبقى اكتر طبعا بعد الاقبال اللي كان موجود السنه اللي فاتت في كل الحفلات الغنائيه اللي موجوده. بالظبط، هو نظرا لنجاح المهرجان في دورته الاولى، قررت الشركه المتحده ان هي السنه دي تضاعف مجهوداتها استكمالا للنجاح. يعني حقيقي كنت عايز اكلمك كمان فيما يتعلق بحجم الشركات وحجم العمال اللي موجودين، وزي ما حضرتك بتقولي يعني في اقصى مده او يعني اقل مده تم تجهيز فيها الارينا، مدى المجهود اللي موجود من كل العمال ومن كل الشركات. ويمكن احنا لما كنا بنتكلم معاهم في المؤتمر الصحفي كانوا حريصين على المشاركه مع الشركه المتحده في السيزون الثاني لمهرجان العالمين الجديده، اهميه هذا التواصل والنجاح اللي تم في هذا الامر. هو الحقيقه كل شركه شاركت مع الشركه المتحده في انجاز دورها في المهرجان بذلوا اقصى مجهود يقدروا عليه، مفيش حاجه ما قدموهاش. النتائج في المدة الزمنية مبهرة،
يقال عنها مبهرة. كل شركة من الشركات اللي شاركت معنا يعني من أول صاحب الشركة ومن أول اللي بيدير الشركة لحد الأصغر شخص ولحد العامل اللي شارك من خلال الشركة طبعا بنشكرهم شكرا جزيلا. بدونهم ما كانش ممكن يبقى مهرجان العالمين بينطلق دلوقتي بالصورة المشرفة اللي احنا شايفينها. عايز أقولك زي ما كان في حماس من الشركات المشاركة كان في حماس طبعا من الجمهور ومن الزائرين اللي احنا التقينا بيهم من امبارح لحد النهاردة، والحقيقة متشوقين ان هم يشوفوا فعاليات اكتر. لكن يعني لفت انتباهي بالامس وجود عدد كبير من الاسر المصطحبة للاطفال، فده نقلني طبعا لفكرة الشركة المتحدة وادارة المهرجان لتخصيص مهرجان نبتة وهو الخاص بالاطفال. ويمكن كان ليكي كلمة مهمة عن مهرجان نبتة طبعا في المؤتمر الصحفي، مدى حرصكم على انه يكون في مهرجان للاطفال في النسخة الثانية؟ هو حرصنا الحقيقة على توفير الترفيه للجميع ولكل الناس، فأكيد الطفل من الجميع ومن كل الناس، بل بالعكس ممكن يبقى الطفل أهم لأن ده حقيقي هو الجيل اللي طالع لمصر. فكرة أن يبقى عندنا مهرجان مخصص للطفل فكرة حلوة جدا، ويعني كلنا بنتوجه بالشكر للدكتورة نشوى جاد وللفنان أحمد أمين، وبنتمنى لهم حظ سعيد لأن هم بذلين مجهود كبير جدا على تصميم كل فعالية وكل نشاط داخل المهرجان ده علشان يبقى مفيد لكل طفل من كل عمر هيشارك معنا إن شاء الله. أخيرا الفعاليات اللي متحمسة لها أستاذة منى عبد الوهاب بشكل شخصي؟ المسرح، أنا متحمسة جدا للمسرح لأن أنا شخصيا سعيدة جدا إن إحنا نبتدي تاني نساهم في إعادة الفن المسرح تاني للساحة، إن مصر ترجع تاني عندها مسرح وترجع تاني يعني زي ما إحنا. مهرجان العالمين يمكن معمول اولا علشان جذب السياحه الداخليه والخارجيه لمدينه العالمين، المسرح كمان في مصر طول عمره كان من ادوات جذب السياحه، وانا متحمسه ان انا اتفرج الحقيقه على كل المسرحيات المعروضه سواء المسرحيات اللي هي من انتاج مصري او المسرحيات اللي هي موجوده معانا بالمشاركه ما بين موسم الرياض وهيئه الترفيه. انا متحمسه جدا للمسرح ومتحمسه جدا جدا لمهرجان نبتة. احنا كمان متحمسين جدا وان شاء الله في حاله انبساط كبيره جايه في فعاليات المهرجان. الاجواء هنا ايجابيه جدا ويعني حقيقي. وبنشكركم طبعا على كل هذا المجهود والشغل اللي شغال سواء هنا في النورث سكوير او كل المناطق اللي استعدت طبعا لاستقبال فعاليات مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا محمود وشكرا على مجهودكم في التغطيه. شكرا جزيلا شرفتينا. شكرا جزيلا استاذه منى عبد الوهاب المتحدث باسم مهرجان العالمين الجديده. كما تابعنا كل هذه التصريحات والتفاصيل عن انطلاق النسخه الثانيه، وبالتاكيد هناك فعاليات كثيره قادمه في مهرجان العالمين الجديده اليوم. الدبكه الفلسطينيه، الكينج محمد منير، الفنانه دينا الوديدي، مع حضور عدد كبير جدا من العشاق طبعا الكينج محمد منير وكل الجماهير يعني المبسوطة بالاحتفالات وأيضا الفعاليات المختلفة سواء على الممشى السياحي أو حتى الاستمتاع بالشواطئ المختلفة في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى الحفلات القادمة من الفنانين سواء من مصر أو من الوطن العربي، بالإضافة بالطبع إلى استعداد كل الأماكن وكل يعني المناطق التي تستقبل كل الفعاليات الهامة سواء كانت الرياضية أو حتى الثقافية، لانطلاقة قوية جدا لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. وبالتأكيد هنتابع معاكم اليوم حفل الكينج محمد منير وكل الحماس وحالة البهجة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. من المدينة الساحرة أرجع لكم مرة ثانية في الاستوديو. أشكرك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، وأشكر ضيفتك الكريمة الأستاذة منى عبد الوهاب المتحدثة باسم مهرجان العالمين.